ازيكم عاملين ايه؟ طبعا كل سنه وانتم طيبين، والنهارده طبختنا بروستة كنتاكي. بس قبل ده ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نخش على الطبخه. اول حاجه نقعنا الفراخ لمده يوم كامل، وزي ما انتم شايفين حلول النقع لبن ليمون فلفل اسود، طبعا سبناه لمده يوم كامل في الثلاجه. وبالنسبه للبهارات، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، فلفل اسود، ملح، ومعانا معلقتين نشا ودقيق، وهنحط التوابل على الدقيق مع النشا. وطبعا بعد ما قلبنا هنجيب ميه ساقعه عشان ننزل فيها الدجاج، وطبعا هنجيب كنتاكي البروستد ونحطه في الدقيق. نضغط عليه ونحطه في الميه، نحطها في الميه الساقعه ونكبس تاني. بعد كده هنحطها هنا ونعمل الباقي كده. طبعا يا جماعة كنتاكي بروستد بيتاكل مع رز ريزو او بطاطس محمرة. طبعا مش عارفة اعمل من القفازات عن بيدي. اعمل كمية ما تنساش بقى تشجعنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة.
وبكده يكون خلصنا الكمية. دلوقتي هنحطهم في الزيت ونرجع لكم، انتظرونا. ورجعنا لكم بالشكل النهائي للكنتاكي اهو زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي مرحلة ان احنا نذوق. زي ما انتوا شايفين اهي الكنتاكي روعة. دلوقتي هندوق. واو روعة. طعمها خطير، طعمها يهبل. أكلة ممتعة ولذيذة، أنصحكم تجربوها. ودي الدبوسة اهو زي ما انتوا شايفين. ندوقها. طعم الأكل تحفة. أنصحكم تجربوها في البيت، تحفة. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نشوفكم الفيديو الجاي. سلام. ما تنسوش تجربوها.